مشاركتك في الوقفة الاحتجاجية ممكن اللي تساند فيها صحفيون الشبان؟ أكيد أنه الوقفة هذه والحضور الكثيف وخاصة للصحفيين الشبان يدل على وعي ويدل على رفض لكل اعتداء على أي زميل أو زميلة، خاصة أن الاعتداءات هذه تكررت. والوقفة هذه تريد أن تبلغ رسالة إلى الجميع وعلى رأسها المؤسسة الأمنية أن الإعلامي وأن الصحفي وأن المصور يقوموا بواجبهم بكل حيادية وبكل مهنية، ويلزم يقع احترامهم لأنهم هما يحبوا يوصلوا الحقيقة للرأي العام وينجموا يدافعوا على كل فئات الشعب التونسي بما فيهم الأمنيين. وقت اللي يتعرضوا للانتهاكات ويتعرضوا للضرب ويتعرضوا للإرهاب الصحفيين يساندوهم، بالتالي هذه مناسبة لكي يقول جميع أهل القطاع في الإعلام أنه الاعتداء خط أحمر ولن نسكت على أي اعتداء في المستقبل على أي زميل أو زميلة. اليوم نشوفوا أنه الرسالة موجهة إلى قوات الأمن وتناس وممكن الصحفيين أنه المجتمع المدني كذلك يتهم الصحافة بأعلام العار ما بعد الثورة، يعني مازالت نفس التهمة تلبس حتى صحفيين الشبان اللي مازالوا كانوا نبعت هذه الثورة. هو هذا الاعتداء ليس متعلق بأي تنازع سياسي، لأنه اعتداء جاء من 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 قبل الأمن، والأمن يعني هذه عقلية كانت سائدة في زمن الاستبداد ولا نريدها أن تكون في زمن الحرية بعد الثورة. يجب أن نرفع جميعا أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني وإعلاميين الصوت موحد وواحد من أجل رفض أي اعتداء على الصحفيين، لأنه هذا قطاع مهم، هذه سلطة رابعة، سلطة لها الحق في أن تمارس حريتها في مهنتها بكل يعني اعتزاز وبكل كرامة. هذا ما نريده للشعب التونسي الكل، وهذا ما نريد أن نؤكد عليه في هذه الوقفة.